وبعدين المدينه فيها حاجه عجيبه جدا. ايه هي؟ كم في المدينه من الجنه؟ يعني ايه كم في يعني طول ما انت ماشي في حتت من الجنه. لا حتت من الجنه بجد، يعني انت هتشوفها في الجنه كده. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك احد جبل من جبال الجنه. انت شايفه؟ شايف جبل احد؟ زي ما انت شايفه كده هتشوفه بالظبط زي ما هو في الجنه، جبل من جبال الجنه. فانت متخيل ان انت بقى لما تروح تقف قدام جبل احد انت شايف جبل من جبال الجنه. ايه تاني؟ الروضه. مش النبي بيقول لك ان بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه؟ فانت جوه الروضه، انت جوه حته من الجنه. ايه كمان من الجنه؟ البقيع. مش هنا اتدفن زوجات النبي، وهنا اتدفن اعمام وعمات النبي، وهنا اتدفن ابن النبي، وهنا اتدفن الخلفاء الراشدين، وهنا اتدفن سيدنا عثمان بن عفان، وهنا اتدفن الكثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البقيع حته من الجنه، لان اللي مدفون فيها ناس من اهل الجنه. الله على المدينه. وبعدين حاجه غريبه جدا في البقيع، البقيع دون المكان اللي فيه مدفون الصحابه جنب المسجد النبوي على طول. اي حته في الدنيا بتبص على مقابر المفروض ان سعر الارض يقل وتمنها يقل لانه باصص على المقابر. الحته الوحيده في الدنيا اللي لما تبص على المقابر السعر يزيد. يعني اي اوتيل في المدينه باصص على البقيع سعره اعلى من اللي مش باصص على البقيع. انت باصص على اهل الجنه. وبعدين انت لما تخش البقيع، لو انت بقى حد عارف ايه اللي جوه البقيع، هنا السيده عائشه، وهنا العباس عم النبي، وهنا السيدة عتيقة عمة النبي، وهنا إبراهيم ابن النبي، وهناك أنا عارف الأماكن دي فعشان كده بشاور، وهناك قدام شوية سيدنا عثمان ابن عفان. والله المدينة سكينة، المدينة راحة، المدينة حب. عشرتك أو إحساسك برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما تروح المدينة غير إحساسك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تروح المدينة.